السادة المشاهدين جينا تاول الفينال باش نشوفوا ضيافنا لي كرونيكور قداش باش يستحفظوا على الفلوس من 100 مليون كل واحد فيهم باش يلعب على 20 مليون باش نسألوه 10 أسئلة في ظرف 40 ثانية. فكر السادة المشاهدين اللي تنجموا تقسموا المبلغ اللي باش يتلم اليوم بمساج خفيف نظيف ام على 85811. وزاد السادة المشاهدين نفكركم اللي المسابقة نتاع 100 مليون مسابقة باهية برشا، تنجم تربح 100 مليون كاش وكاملين. نعم سادة المشاهدين محليه الاحساس، تخيل كان تبع في مساجات ويطلع اسمك نهار الفرز رابح 100 مليون كاملين، يعملوا برشا حاجات. ا على 85 810، ا على 85 810. توا باش نبداو مع حاتم. حاتم كي تكون حاضر قل لي حاضر. حاتم ان شاء الله حاضر ديما حاضر. بسم الله، بماذا تسمى الحيوانات التي تعيش في الماء والبر؟ البر مائية. في أي مدينة وقعت معركة الجلاء؟ في بنزرت. من هو الملائكة الذي أنزل الوحي على رسول جبريل. الله؟ ما هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؟ الرومانية. ما هي عاصمة أفغانستان؟ كابول. أقرب جزيرة إيطالية لتونس؟ لامبيدوزا. تقاس سرعة الرياح بواسطة أي جهاز؟ العقد. في أي قارة يوجد جبل إيفريست؟ في آسيوية. ما هو نظام الحكم المتبع في اليابان؟ حكومة مزدوج ملكي برلماني. ما اسم الصفائح التي تكون قشرة الأرض؟ تكتونية. 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 باش نعطيو تو الإجابات. ما اسم الحيوانات التي تعيش في الماء والبر؟ هي البرمائيات، حيوانات البرمائية. في أي مدينة وقعت معركة الجلاء؟ في بنزرت عام 1961، خرج فيها آخر جندي فرنسي من بنزرت. الملائكة الذي أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل، صحيح. الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هي بريطانيا مش روما، بريطانيا. عاصمة أفغانستان كابول، صحيح. أقرب جزيرة إيطالية لتونس بونت تالاري، تقع على بعد 77 كيلومتر شرق الوطن القبلي. تقاس سرعة الرياح بواسطة أي جهاز؟ الأنيمومتر. جهاز الأنيمومتر. في أي قارة يوجد جبل إيفريست؟ في آسيا، صحيح. ما هو نظام الحكم المتبع في اليابان؟ الحكم الإمبراطوري. ما اسم الصفائح التي تكون قشرة الأرض؟ هي الصفائح التكتونية. كما تكتونيك فما تكتونية. خلينا نشوفوا قديش عنده حاتم من إجابة صحيحة. ستة. سبعة. سبعة. خمسة إجابات صحيحة. ملكية برلمانية. إمبراطورية برلمانية. أنت قلتهم الكل. إي برلمانية. واضح. رضوان كي تكون حاضر قول حاضر. رضوان حاضر ان شاء الله. بسم الله. توب، ما هي الدولة التي تملك أكبر عدد من الرؤوس النووية؟ واحد. كوريا. كوريا. كم يملك الإنسان من معدة؟ معدة واحدة. كم يملك الإنسان من غضروف؟ لا عندك من غضروف. باس باس. ما هي عاصمة اليونان؟ أثينا. أثينا. ما هو الحيوان الذي نستخرج منه المسك؟ المسك. انفوت. مسك. حوت. حوت. ما هو نظام الحكم في المغرب؟ ملك. ملك. في أي سنة تم احتلال العراق من قبل القوات المتحدة الأمريكية؟ وفاء عليك الوقت. شكون قال لك الحوت خرجوا منه المسك؟ والله ماني ناخذ قنفود. هي المسك. هي المسك هذه. الدولة التي تملك أكبر عدد من الرؤوس النووية؟ أمريكا. أخوي عندهم 3750 رأس نووي، وإحنا رؤوس ثوم بسبيس، هما رأس ثانوي مفعلا أو غير مفعل. الإنسان عنده معدة واحدة. عاصمة اليونان هي أثينا. ما هي ما هو الحيوان الذي نستخرج منه المسك؟ هو الغزال. يتكون في غدة كيسية في البطن من الغزال. عنبر. العنبر الآخر. العنبر العلوش. العنبر البالين. البالين. ما هو نظام الحكم في المغرب؟ ملكي. في أي سنة تم احتلال العراق من قبل الاتحاد؟ 2003. أربعة. حرب الخليج. من قبل أمريكا. قديش خلى فلوس رضوان؟ قديش عنده من إجابة صحيحة؟ عنده ثلاثة إجابات صحيحة. رضوان عنده ثلاثة إجابات صحيحة. صحيح رضوان. قديش قعدوا فلوس؟ 76 مليون. فكر سادة المشاهدين باقي فلوس ام على 85 811 باش تقسموا الفلوس اللي قعدت اليوم. توا كليب نخصدوا ربي. يلا. على ماذا يطلق اسم السم الابيض؟ فوسفور. لا. كم يملك الخفاش من اذن؟
الزوز. ما هو يوم الأحد بالإنجليزية؟ ساندي. ما اسم كاتبة سلسلة هاري بوتر؟ باس. الجذر التربيعي 25. خمس. من هو مخرج فيلم صيف سيف حلق الواد؟ بغدير. بريد بغدير. أين تقع مدينة تبسة؟ جزائر. ما هو البلد الذي وضع أساسية كرة القدم؟ لانجلتير. ما هي عاصمة الإكوادور؟ برق. كلاب أمريكل كلاب عنده ستة يا جماعة حاها 76 مليون قديش يقعد منهم سادة المشاهدين 68 مليون صحيح كلاب فلوس بالبيع اليوم مش تربح إن شاء الله سادة المشاهدين أم على 85 811 راجح ما يعاونوا حد وحده كي تكون حاضر قولي حاضر أقصد ربي توب ما اسم آخر تيليسكوب أطلقتها النازا تيمولية ما يعرفش من هو البي الذي ألغى العبودية؟ أحمد بي على كم يحتوي اليوم من دقيقة؟ صدق بي صدق بي على كم يحتوي اليوم من دقيقة؟ برشا برشا باس 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 في أي ولاية تقع مدينة طبربة؟ زهر في أي يوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ يوم العالمي للمرأة أكبر بلد مصدر للحرير. مين؟ نحب نقول لك راجح أنت عطيت إجابة نورمال مو إجابة واحدة صحيحة كي قلت أحمد بي من بعد فسختها وقلت صادق بي. كان أحمد بي نحسبه غلطه. راجح مثل آخر تلسكوب أطلقتها النازا جيمس واب. أطلق على التلسكوب اسم جيمس واب نسبة إلى رئيس النازا أطلقوه نهار 25 دي تو 2021 من هو البي الذي ألغى العبودية أحمد باشا بي وهو عاش البيات الحسينيين بتونس على كم تونس هذه مهمة تونس أول بلد ألغى العبودية والرق بوثيقة رسمية في 1846 أول بلد ألغى العبودية هما تونس على كم يحتوي اليوم من دقيقة 1436 دقيقة في أي ولاية تقع مدينة تبربة في منوبة في أي يوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة نهار 8 مارس أكبر بلد مصدر للحرير هي الصين صفر صفر إجابة صحيحة ما شاء الله عليك قلت الصين على الحرير قال الزين على الحرير تسليق عليه معلم صاحبي معلم قال الزين اسمع بيناتنا برج ولاية اسئلته كاسحين تلسكوب ودري شنو حد فينا قول لي حط القرعه عيد تو اسمع تو جيمس ويب تو حيوان يعيش في البر وفي الماء سؤال وتلسكوب سؤال تو معايا تو مع زياد قعدوا 50 مليون زياد السبيطار تو السبيطار صحيح شيف لس على يدي السبيطار برا لباس لباس اهلين على الخ الحيوانات تسلكها تسلكها بسم الله التوب ما اسم القوة التي تمسكنا بالأرض الجذب الجذب جذب لأي مجموعة شركة أي مجموعة شركات يتبع الانستغرام زوكربيرغ من هو مخرج مسلسل عنقود الغضب هذا ما نعرفش ما تغضليش عنقود الغضب باس باس من أول عربي حاول الطيران؟ هو عربي هكا لا جبتي على شهيد لا جلال لا عباس لا فباس حيلك ما هو أكبر ما هي أكبر بلدة أكبر بلد في قارة أمريكا الشمالية أكبر بلد في قارة أمريكا الشمالية أمريكا أكبر أكمل المقول ما كله يتمناه المرء إلا 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 بريس كرام لا حاجة ما أسمع إلا يدركه تو يعاون فيك هو عرفها قال لك عباس ابنه ما قلت له ليه قلت له أنت قلت له ليه صحيح إي أماليق مش قلت له حيلة يخوذها يخوذها عباس ابنه فرناس لا والله يمتعنا عباس قلت له ليه بس ما اسم القوة التي تمسكنا بالأرض الجاذبية أي مجموعة شركات يتبع الانستغرام ميتا هذيك جديدة مخرج عنقود شكون يعرف تحية لي يا ربي كيفاش شكون يعرفه معروف ما شو اسمه شو اسمه عنقود الغضب اخراج نعيم برحومة من اول عربي حاول الطيران عباس ابن فرناس قال لك عليه فيزيائي وعالم فلك امازيغي من سكان الاندلس
نجم يطير، استطاع الطيران من مسجد قرطبة الكبير قدام الناس مسافة باهية بعد ما صنع جناحات، لكن بعدها مات. طاح ما قرالوش حساب الذيل ما قرالوش حساب وصار له كسور، عانى منه 11 سنة اللي تسبت فيه وفاته. أما أخويا ما هو أكبر أول تقرير وين تصير واحد يجاوب إجابة واحدة فضحتنا زياد برجولي، ما هو أكبر بلد في قارة أمريكا الشمالية؟ كندا معروفة. أمريكا ما كله يتمناه المرء ويدركه هو. إجابة أنت قلت الهو في الهو أنا. إجابة بركة صحيحة للأسف من زياد المكي، خلينا نشوف قداش قالت فلوس. خليها صرفها 32 مليون. للاسف زياد طايح برشا، اول مره تصير لنا اجابه اول مره هما اشتايحوا هذا واش طايح قبل لما اجابه واحده فضيحه اول مره تصير في البرنامج. الساده المشاهدين نمشيو تو الفينال، نفكركم بالاس ام اس ام على 85811 اليوم الاس ام واللي يحب زاد يربح 100 مليون يبعث على 85810 100 مليون محليهم كان تربحهم يطلع اسمك وانت رابح هكا 100 مليون كاملين. شكون يجي وبحثنا كلها بوحد هاي حتوم برا نبيل كلها بوحد بالحاج تصفيق عليهم. المرحلة الأخرانية كلها بوحد، المرحلة الأخرانية باش نسألوكم أسئلة سألنا 100 تونسي طلب فهم للتوانسة في تخميم التوانسة، ماهمش أسئلة ثقافة عامة كما في المرحلة الأولى. في ظرف 20 ثانية وشكون ينجم يجاوب على 5 أسئلة؟ شكون يبدأ، حاتم ولا لا؟ هو المعلم عاد يبدأ. هو وقت حطوه برا كلية بيحطوا لك موزيكا. اخرج كلية اخرج جنبنا اخرج جنبنا. كي تكون حاضر حتوم قول لي نبدا. حاضر بسم الله. توب بخلاف التليفون سمي حاجه نستدلوا بها على الطرق. جي بي اس. رياضه فيها عده جولات. البوكس. ماده قريناها في المكتب ما تستحقش كتاب. رياضه. سبب بيخلي الراجل يلبس كوستيوم. العرس. مناسبه اجنبيه التونسي يحتفل بها. نويل. معلم معلم حتوم. فرق راه بين نويل بين الريفيون، نحسبوها نويل. احتفلوا بنويل كما كان جات الريفيون تصور اقرب تمشي للراس العام. ولا كيف كيف. بالعكس. سؤال لولاني بخلاف التليفون سمي حاجة نستدلوا بها على الطرق، أنت قلت الجي بي اس، هو عادة حاتم الجي بي اس في التليفون يحطوه العباد، معناها مربوط ببعض. جي بي اس في التليفون. فما جي بي اس في الكهرباء مال. قلنا بخلاف التليفون زعما التوانسة اش قالوا؟ التوانسة اش قالوا؟ ما قالوش الجي بي اس، فما برشا حاجات من بعد نعطيو شنو قالوا التوانسة. رياضة فيها عدة جولات قلت البوكس، تخيل لوجيك لوجيك على الاخر منطقية الملاكمة 12 جولة في الملاكمة الوزن الثقيل. فكر قبل الاطراح نتاع مايك تايزون. انا ما خلطتش على مايك تايزون في كانالو ريزون عديو تايزون. انا خلطت على كلاي وكان بابا يفرق له الصباح الطرح نتاع تايزون وهوليفيلد بكلال وذنين كلال وذنين كان اخر ماتش في كاريره. نسيم حميد زاد اسطوره. 23 ماده قريناها في المكتب ما تستحقش كتاب، وكتاب هي السبور قلت الرياض. تخيل منطقي كتاب في السبور هاد شو عامل بيه؟ ولا ولا ينجم ها؟ ينجم يقرب التنس رفع الاثقال الكتب ديكسيونيرات 34 قالوا سبور. برافو حطوه. باب يخلي الراجل يلبس كوستيوم مش قلت؟ العرس. العرس يلبس. انت في عرس الكوستيوم لبس ولا جبت كوستيوم كرافات؟ ما عملتش حنة وقت الجبة وقت الجو العروبي عرس بالواقفة 5 6 روا صح عليك. العرس قديش من تونسي زعما خال عرس؟ 31 مش صحيح حتوم ماشي صحيح. عمل ريمونتادا بدا يسفر ماشي ويطلع
مناسبة أجنبية تونسي يحتفل بها نويل. نويل تحية لزميلتنا نويل غشام. نويل غشام الفنانة القديرة. نويل زعما قديش تونسي قال نويل؟ قديش من تونسي قال نويل؟ زعما تبري قديش؟ 12 12 قالوا نويل. 30 توانسة نفعتنا كيف نويل والريفيوك اللي نفرقش على بعض نويل والريفيوك. 118 على 200 حاتم مشام ريقل. برافو حاتم. برافو حاتم من عايزه نبيل كلاب ان شاء الله يمشي مريقل كما حاتم يعني جابت مريقل. نفكر سيد المشاهدين نلعبوا على الفلوس ام على 85 811 تنجموا تقسموا الفلوس اللي باش تربح اليوم ساده المشاهدين. معايته نبيل كلاب. يلا يا نبيل. هاي يا نبيل هاك الكاميرا بتاعك. الكاميرا بتاعك نبيل. نفكر السادة المشاهدين الميساج لمئة مليون بالحق هنا دارنا نداء لدارنا نقول لهم ابعثوا زادة 100 مليون تنجم تجيك كاش تبعث على 85 810 وتربح 100 مليون كاملين تشري كلب تشري برشا حاجات 100 مليون باهين. نبيل كي تكون حاضر قول لي حاضر. حاضر ايه باش نقول لك ملاحظات نبيل. انت باش نعطيك 25 ثانيه. علاش 25 ثانيه مش 20 ثانيه؟ خاطر كان باش تعطي اجابه من اللي قالهم حاتم باش نقول لك باس رايت قلق لازم تعطينا اجابه اخرى. اي داكور واضح؟ واضح بسم الله. توب بخلاف التليفون سمي حاجه نستدلوا بها على الطرق. خريطه. خريطه هي الانترنت. رياضه فيها عده جولات. البوكس. قالت تقول حاجه اخرى. جودو. مادة قريناها في المكتب ما تستحقش كتاب. موسيقى. سبب يخلي الراجل يلبس كوستيم. ملاك. مناسبة في وقت ما كمل تكس. قال ملاك. فما سؤال خلاني من با خلط له. ما يطيحش البوانات. بخلاف التليفون سمي حاجة نستدلوا بها على الطرق. رياضة فيها خنشوفوا الإجابات متاعك كلاب. بخلاف التليفون سمي حاجة نستدلوا بها على الطرق. ش قلت؟ أنا قلت إنترنت. ولا كلاب سلام. شنو تحكي على إجابتك؟ أنت وحدك ما يسمش يقول لك شيء. إجابتك كيفاش تراها؟ إجابتي الرفاه باش تتفرتاجها وحدها خويا. بخلاف التليفون تفصيصة الوقت خاطر الوقت. خريطة في المرتبة الأولى جات الخريطة وفما عباد قالوا البوصلة. خريطة توريت شي واحد فما شكون قال نستدل على الطرق. نسأل بخلاف التليفون وقف واحد نقول له منين نمشي فما البلايك. ماكش مقتنع لتو بالبلايك تقول لي انترنت. ريت واحد يحاسب خريطة نهار. إي كي تمشي تضيع هو السؤال معناها بخلاف التليفون. وباهي والبلاك ريتشي عباد فما عباد تحوس ببلاك اما ما تراش بلاك في الكياس ولا تسال انترنت باش تكون اكتب باش بصراحه. رياضه فيها عدد جولات قلت البوكس كي قلت لك تخالد شو قلت لي؟ جودو. جودو الجيدو رياضه الجيدو. قداش من تونسي قالوا الجيدو؟ قداش من تونسي قالوا الجيدو؟ سبعة. مادة قريناها في المكتب ما تستحقش كتاب. موسيقى قلت. الموسيقى. ما هذيش كتاب موسيقى ديما الكراسة بالعرض. وتعمل لك الكراسة وتدخل توحل الموسيقى. قداش تحسوا ساحات مسكر عليك اللعب خاطر هو جاوب قبلك. الموسيقى قديش من تونسي زعما قال الموسيقى؟ هو يخالط مع اللوحة اللي تدافع على روحك. 27 باهي 27 هي اللي جات من بعد الرياضة ديجا سبب يخلي الراجل يلبس كوستيم. قالت أنت عملت حاجة ذكية عجبتني ما حبيتش تقول العرس. صحيت. قلت رباش يقول لي راهي تقالت مشيت ديريكت للملاك معلم صاحبي. فهمتني؟ أما قديش من تونسي قال ملاك في الكوستيم ملاك؟ يقولوا حنا ملاك.
مفتاح بالك شيء ولا سوتانونس برشا على السبوار فر يضر يصفر خاطر الله يصدف لك واحد مليك على قريب خاطر يورب طول عرس مليك وتي خطبه مع بعض برشا قالوا خدمه قالوا سوت نونس فما للاسف كليب خسرها جمعيه اليوم للاسف الله غالب اللي خلاها زياد اللي خلاها زياد كملوا كليب اجاوب احدانا اجاوب احدانا للاسف كما ترى سيادة المشاهدين للاسف ساعات عنصر في اللي كيف يخسر ناس كل يحرم عباد من الفرحه بالحق اليوم كان نبيل كليب نبيل كليب للاسف زياد المكي زياد المكي جاب اجابه واحده جايبينه من اي فهم وين وراجع صفر اجابه من وين كليب يعني خربة كان جاء حاتم وحده راهو عباد تحسب في الفلوس تو رانا مريقلين جاوا سامحني فما مناسبه تمشي فيها لبس كوستيوم القدمه القدمة كيف تمشي تحايل على واحد تمشي له صحيح صحيح وتزك الفاليز بتاعك صحيح تزا مهم زعما وستيلوات موجودة كيما تشوفها لو جاية فما شكون قالها توب ريبونس محليكم شرفتونا بحضوركم يعطيكم الصحة عملتونا الجو زياد كلمة الختام فضحنا يا اخويا ان شاء الله سامحنا سبيتار والله انا جاوبت اجابة واحدة وقت ترى الفوق كليب ان شاء الله نتقابلوا في فرصة اخرى كليب ايش قالوا في اجابات كليب؟ اجابات كليب المليك مليك معناتها حسبي الله ونعم الوكيل او كان ما لقيتوش ماكينات في سبيتار او السبب تاعك ودار وكل وان شاء الله نتلاقاو فرصة يعيشك على استضافة كريمة زيدو ديما منورني اخويا رضوان مرسي على الانفيتاسيون ان شاء الله ديما اخويا متعلقين واكيد نسلم على العائلة الكل وصحابي وان شاء الله تري بيانتو يعيشك رضوان ربي معاك في تجربتك في البين سبور خويا حاتم كلمه ختام ان شاء الله عامكم خير من عام ليون خاطر عام سعيد صحيح بما خير من عام ليون يعيشك حاتم كليب والله محلاه الاستضافه محلاه البرنامج انا الحقيقه غضتني حاجه واحده فما واحد من الجمهور قبيليك هم يعيطوا بايا لا 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 ويعمل علينا بايا لا 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 برما مش في حالته الطبيعيه سينو سبيتار سامحوني نجموا نمشيو توا يا غرت بانان كذا الله غالب سامحوني انا عملت ما بيوسعي يا الحبايب كاس حيست ما يتفرعش خويا ما يتفرعش راجع فيش الختام راجع خويا عندي احتراز انا على الكسيم اللي تعدى الاخر هذاك زربت في منوبه لما حاله بربه الشين بربة. عندي نقطه صحيحه التلسكوب اقسم بالله العظيم ما فما حتى واحد في الفجر ينجم يطلع اليوم علاش الفجر بالذات اي خويا اسالتك صعاب مسالس عملت مجهود باش نقول لهم سامحونا خويا اليوم جيت في طرف الفلوس ربي يخلف يرحم والديكم انتم قايمين بالواجب كل جمعه كيما هكا سينو سلم برشا على ليكيب اللي حاضره معاك لهنا وعلى امتي زوز اللي يتفرجوا في رسالة في فرنسا حق سلم عليهم برشا في تونس لهنا يا غالي برافو يا بابا عايشك راجح ثلاثه عندك ثلاثه امهات ربي يفضلهم لك ربي يفضلهم لك تبارك الله يعطيك الصحه راجح اربع بوات والاربع فقرات يعطيك الصحه راجح كما ريتو معناها ليكيب الكل محليه متلقى التفاوت معناها في السكام معناها هذه معناها عادي معناها يصير على الاخر نحب نقول سلسله عروض مسرحيه فيزال يحب يجي يتفرج ونستدعيهم الكل خاص الكلكم وخاصه حاتم زياد تجي تتفرج في السبكتاكل زياد جيت وجيتك محليه مسرحيتكم زياد 29 جانفي في جنيف في سويسرا انفو لاين اللي يحب يقص يجي يتفرج في فيزا وضحكه ويعمل جو تصفيقه كبيره على الممثل نسلم على امي بابا برشا مانسي هاني كوليكشن مايك واف عشعر هذيك هي اليوم ما فماش ربح تصفيقه كبيره قلت على الكرونيكوريت اللي فيهم الممثلين هذيك علاش قلت الممثلين نحب نقول تصبح على خير نتوانس الكل نتقابلوا في حلقه جديده من ملا توانسه ميرسي